هاي صيدليات مليانة علب فيتامينات ومواد بيقولوا عنا انها بتزيد الطاقة، بس لحد هلأ ما في شي بيثبت علميا انه هالمواد فعلا بتزيد من الطاقة. حسنوا طاقتكم طبيعيا وسيطروا على الستريس يلي بيستهلك الطاقة، حكوا مع اصحابكم على المشاكل يلي زعجتكم، اعملوا يوغا او تايتشي، هيدي كلها وسائل بتخفف من الضغط. زيادة الشغل واحدة من أبرز أسباب استهلاك الطاقة، فعملوا ليحة بالتزاماتكم اليومية بحسب أهميتها وبلشوا بالإشياء الأهم وأجلوا القصص التانية لأيام بيكون فيها الضغط أقل. سبور والتمارين الرياضية على أنواعها مفيدة كتير، نوم بعد الرياضة بيصير أحسن وخلايا جسم تشتغل بطريقة أزبط والطاقة أكيد بتزيد. جنبوا التدخين لأنه مضر بالصحة وبيسبب القلق، نظموا أكلكم وانتبهوا منيح على نسبة استهلاك الكافيين والكحول. مين قال لازم نشرب مي لأنه الجسم يلي نقصه سوائل بيحس أكتر من غيره بعوارض التعب والكسل؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.